حياتي العملية الحقيقية ابتدت يمكن وانا في المدرسة، لان انا في المدرسة كنت بحب العب كورة، كنت بحب الكورة قوي، وانا بلعب كنت لسه في الناشئين، دخلت منتخب الناشئين، فابتديت ان انا اخد يعني ايه تحمل مسؤولية، يعني ايه ان انا ببقى قاعد في معسكرات لوحدي، يعني ايه ان انا ممكن ان انا عندي 14 سنة بسافر مع الفريق، يعني ايه ممكن ان انا اكسب فلوس. جات لي اصابة في ركبتي، يمكن قطع في الرباط الصليبي، وكان ساعتها ده الكلام ده كان سنة يمكن 93 94، وده كان بداية النهاية مع كرة القدم اللي أنا يعني ما كملتش مشواري فيها. دايما كان عندي طموح، أنا والدي موظف، وكنت دايما من وأنا صغير بفكر هطلع إيه. اشتغلت وأنا في الجامعة، اشتغلت في بنك وقعدت 4 سنين اتمرن فيه، وانا مش ناسي ان انا كنت باخد $100 في الشهر، وكان بالنسبة لي دي يعني 100,000 جنيه ساعتها، يعني حاجة كبيرة. ما لقيتش نفسي فيه، ما كانش نفسي اطلع موظف، فخطرت وقلت ان انا عايز اعمل حاجة تانية بس معيش الامكانيات. فصديقي بعد ربنا كان ليه سبب ان انا اشتغل في الحديد، لان والده كان من اكبر مصنعين في الحديد، وساعتها قال لي طب ما تشتغل في الحديد، وهو كان يمكن بيقولها لي كان بيهرج او ما بيقولهاش على سبيل الجد. فكانت اول قصة ليا مع تاجر حديد، كانت قصة شيقة جدا، كان في امبابة، انا منطقة شعبية عندنا في مصر، كانت قصة شهيرة ولذيذة، ان هو انا قلت له الطن الحديد ب1300 جنيه، وساعتها كان الطن ب1200 جنيه، ما انساش الارقام. فراح قال لي يا ابني انت شايفني لابس بدلة، قال لي انت جاي منين؟ قلت له انا صراحة بشتغل في بنك، قال لي روح على البنك، طردني وقال لي روح على البنك اللي انت فيه. قلت له طب انت عايز ايه؟ انا تكلفة عليا 1200 جنيه للطن، فقال لي انا عايز اخد ب1190. قلت له انا موافق، وكانت فعلا الراجل ده يعني كان اداني ساعتها الفكرة اللي اشتغلت بيها يمكن سنة، ان انا عشان انتشر جامد جدا قلت ابيع بخسارة، وانا ما عنديش راس مال اخسره، فكان مخاطرة كبيرة جدا، بس قلت اهم حاجة ان انا انتشر. في 2002 بدأت في أول 10% في حصة مصنع، وكنت باخد الإنتاج المصنع ده بالكامل، وفي 2005 خدت 30% في حصة مصنع تاني، وفي 2007 نفس الكلام، لغاية 2009 عملت الكيان الكبير اللي بعتز بيه جدا، هو حديد المصريين، اللي إن شاء الله هينتج 2 مليون طن بحلول سنة 2015. بعد ثورة 25 يناير بدأ اسم أحمد أبو هشيمة يبقى فيه عليه سبوت. لغاية دلوقتي صدقني أنا مش عارف إيه السبب. أنا إنسان مسالم جدا، مش ضعف أبدا مني، ولكن أنا بركز في شغلي، عمري ما بص لحد. يعني النجاح عندي مختلف شوية، مش كله فلوس، مش كله يعني. أنا لما قمة النجاح عندي لما أعلن عن مثلا 1000 فرصة عمل، 2000 فرصة عمل، ده بالنسبة لي بيبقى حاجة كبيرة جدا، دي متعة بالنسبة لي. ويبقى عندك هدف توصل له هيوصلك على الأقل انت بتتمناه.